وقد عودت القادة من ملك بندهير وابن الخزبل بابن وحمية وسعد وحيحش وابن عشرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاصر عبد الله وجلال فبروح المقاومة من الشعب العظيم وبوحدة المكونات سندحر الإرهاب ويجعل نوروز 2023 حرية القائد عبد الله جلال. لذا ندعوكم وندعو جميع الأخوة المواطنين التوجه إلى ساعة نوروز في بلدة هيمو، وبحضوركم نزداد شجاعة وفرحا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو نوروز نوروز أزادية ريبر أبويا دي نوروز برحي سرحلداني وبرخوداني لازمان بيروز بكم أني كيتيا خواه وأم دوستين خوا كيف خوزبن وأم دجوني خوا قاربكن وأزادية خوا مسو قربكن جواني ولو أم حمي قلي خوا وإجاو دلال أم أدعوه كل لقادة من روز لبلدة هيمو وأم كيف خوزبن باتنا وحمية سعتا وحمية خش.